في اتصالات كتيرة للشباب في الكنترول، زمايلي بيقولوا لي في اتصالات كتير. ناخد أول اتصال يا جماعة، كل عشاق مروان محسن. مساء الخير يا فندم. كل عشاق مروان محسن، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. الكابتن مروان محسن أيوه سامعك وتقول له إيه؟ أقول له ربنا معاك وتعود للملاك سريعا ومكانك محفوظ في المنتخب. طب لحظه واحده، لحظه واحده يا حاج. ربنا يكرمك دايما. هو طبعا انا ما قدمتش سيادتك، بس مروان مجرد ما سمع صوتك قعد يضحك. ايه يا مروان؟ مين ده؟ إيه؟ على الصوت طبعا مميز يعني عندي. الحاج محسن فهمي طبعا والد الكابتن مروان محسن. برحب بحضرتك يا حاج مروان، يا حاج محسن. هاي بس انت لو تسمعني من التليفون مش من التلفزيون يكون احسن. انا بس سامعك. انا معايا انا لسه طبعا. انا برحب بحضرتك طبعا، احنا عملنا مفاجاه للكابتن مروان. يعني كنت عايز اسال حضرتك ايه حكايه الاصابات بتاعه مروان دي؟ لسه كنت بساله، بقول له ده حسد ولا ايه يا كابتن يا حاج؟ لا هو عين عين مش كده؟ عين اصابت هذا اللاعب، يعني كان يعني ماشي كويس وربنا يسهل، انما قضى ربنا بقى. يعني احنا مسلمين به وربنا يكرمه ويعود تاني، يعني يعود كما كان واحسن يعني باذن الله. طب وهي العين دي مش ليها حل؟ مش تذبح يا حاج حاجه؟ لا مش تذبح حاجه. ده بتقول ايه؟ بقول لك مش تذبح حاجه علشان تشيل العين من على مروان. والله يعني الدفع على طول، الدفع على طول. ويعني مروان مش مقصر صراحة، يعني ولد بر جدا وفي المناسبات كلها الحقيقة يعني، وبيذبح وفي رمضان وله أيادي بيضاء كتيرة يعني على الناس اللي هي يعني بتحبه وبتكرمه يا رب باذن الله. دايما وان شاء الله احنا يعني احنا والدته واخواته وكل وعمته وسته كلهم الحقيقه يعني، واخوه كلهم بيدعوا له انه يعود تاني وبتاع. مش بس اسره، انا والله العظيم يعني كنت اتمنى ان مروان يبقى يكون قد كده 10 مرات، وهو يستحق، هو يستحق مش عشان ابني، انما هو ولد مقاتل وصبور وتحمل وكلامه، برغم يعني الرسائل يعني كانت بتتكلم عليه كتير، انما هو صمد واثبت ان هو فعلا رجل المرحله، وربنا يكرمه يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. ونسعد بعوده الكابتن مروان محسن الى الملاعب الخضراء من جديد، ويمتعنا بفنه وبلعبه وباخلاقه. ربنا يكرمك يا استاذ عمرو، ربنا يكرمك. ربنا. يعني طب يعني معظم الناس ما تعرفش ان حضرتك كنت لاعب في الاهلي والزمالك في فتره من الفترات حاج محسن. والله انا كنت اصغر من مروان، يعني انا لعبت في الاهلي 22 سنه، وقبل كده لعبت 7 مواسم في الدرجه الثانيه والاولى في كفر الشيخ، ولعبت 3 مواسم في الزمالك الدرجه الاولى. بس هي بقى انت عارف حضرتك بقى يعني لا داعي لذكر هذه المرحله. وكنا برضك لا يعني من ايام زي مروان، مروان يمتاز بالضربات الراس وولد موهوب بالفطره، انما احنا برضك كنا برضك لعيبه يعني على قدنا يعني، بس كويسين. لا اكيد. وانت يعني وانت كانت عندك ميزه يمكن مش موجوده عند مروان حاج محسن. نعم كانت عندك ميزه مش عند مروان. ايوه اللي هي انك زملكاوي. لا بالعكس، انا لعبت، كان اخر مرحله كانت في الزمالك، فعشان كده، انما انا عضو عامل في الاهلي ومروان عضو عامل في الاهلي بقاله 4 سنين. يعني مروان هو واخواته كلهم اعضاء عاملين في النادي الاهلي. انا عارف. يعني وكان المفروض من مرحله سابقه من حوالي 6 7 سنين يكون في الاهلي، انما هو بقى ظروف الحقيقه يعني. ان شاء الله بتمنى له كل خير، واحنا كلنا بنتمنى له كل خير. و...
وربنا يكرمه يا رب باذن الله ويرجع يمتعنا من جديد باذن الله. وشاكرين يعني اهتمامك استاذ عمرو. ربنا يخليك ربنا. وانت من الناس الشخصيات الممتازه ربنا المؤدبه حفظك. دايما ربنا يعني خليك. من ابتكاك كنت في اكثر من قناه انما يعني الواحد كل خير ربنا عنك ربنا يخليك يعني. واحنا سعداء جدا بمشاركتك وانا اسعد والله ربنا يخليك يعني. شكرا جزيلا للحاج محسن فهمي والد النجم مروان محسن الوالد يعني بسم الله ما شاء الله يعني بيدعمك وكل الاسره بتدعمك اكيد يعني طبعا خاصه في اللحظات الحرجه دي طبعا بيقفوا جنبي طبعا ودعواتهم مساندني في كل حاجه في كل حاجه في مشوار الكروي مهما اتكلم عنهم مش هدوم حقهم يعني وربنا يخليهم ليا ان شاء الله يعني. بمناسبة